في يوم أحد النبي عليه الصلاة والسلام فر من جنب كثير من الناس وقتل جنب كثير من الناس من الصحابة وحاصروا 10 من المشركين 10 أو مش 10 معه 10 من الصحابة من الأنصار ومعهم طلحة وحاصروا كتيبة من المشركين كتيبة كاملة جو هاجمين على النبي صلى الله عليه وسلم بيجي بقول للصحابة اللي معاه والأنصار ديل ومعاهم طلحة طلحة مهاجري من المهاجرين قال من يدفعهم عنا وله الجنة طلحة قال لي أنا النبي صلى الله عليه وسلم قال له أخر لا ما أنت أدخر واحد من الأنصار قال أنا قال لا أمشي قاتلهم قتلوه الثاني قاتل قتلوه العشرة ماتوا فضل مع النبي صلى الله عليه وسلم طلحة بن عبيد الله التيمي رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم واحد مشرك اسمه ابن قمئة وواحد أخو مصعب بن عمير جدعوا بحجر من بعيد دخلت السنة بتاعت الطاقية في وجنة النبي صلى الله عليه وسلم واتكسر السن الرباعية الصغيرة نمرة أربعة الصغيرة دي اتكسرت والدم ماشي من وش النبي صلى الله عليه وسلم وتشرطت شفة السفلى النبي عليه الصلاة والسلام بقى الحركة صعبة عليه أتخيل معي طلحة شايله في كتفه وطالع بيه فوق في الجبل يرفع مسافة ويرجع يقاتل ديرك يرجعهم كلهم وتاني يشيله يطلع بيه مسافة فوق وتاني يرجع يقاتل ديل براو بيقاتل في كتيبة كويس عنده بناته اثنين أم إسحاق وعائشة بنات طلحة قال ان جرح أبونا يوم أحد 24 جرحا عليك الله السمين اللي بيقدر يسوي كلام زي ده منه تشيل النبي في ظهرك ها وتنجرح 24 جرحة وما تنزله والله نحن من الجرحى اللي نفكه ونقوم جارين يا ناس ده نحن ما بنقدر عليه بعد ده كله واحد من المشركين هاجم النبي صلى الله عليه وسلم بسيف طلحة صد السيف بيده تقدر تصوص سيف بيدك سيف لحد ما اتقطعت يده اليمين دي كلها اتشلت يده اليمين لما جاء في زمن علي بن ابي طالب اول زول بايع علي بن ابي طالب طلحه بايعوا في واحدين منافقين قالوا طلحه ما بنقبل بيعته لانه يده مشلوله فالعلماء قال لهم ما بالكم بيد شلت من اجل رسول الله صلى الله عليه وسلم الشيء احنا بنقدر عليه والله ده ما بنقدر عليه والله نص ما بنقدر عليه والله ده حتى كان حكوا لك حكايه احتمال النوم يغلبك قالك اللي غلبك مع ده يا اخوانا مع محبته للنبي صلى الله عليه وسلم دي كلها مات النبي صلى الله عليه وسلم وانتقل الى الرفيق الاعلى بين ايديهم ودفنوا بايديهم ورجعوا ما احتفلوا بميلاده ولا بموته ولا بمبعثه لحد ما مات الصحابة كلهم رضي الله عنهم وأرضاهم يا إخواننا نحن الليلة لما نيجي زول يدغدغ على عاطفتنا لا شك إنه أي مؤمن عاطفته للنبي صلى الله عليه وسلم عظيمة وإنت لو ما بتحب النبي أنت ما مسلم لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين ما في مؤمن ما بحب النبي صلى الله عليه وسلم لكن ما حبنا له يا إخواننا نلتمس السنة السنة الصحابة بحبوا حب ما تتخيل لما مات النبي صلى الله عليه وسلم خرج بلال فأدخل المدينة 6 شهور ما رجع بلال إلى المدينة ها رأيك شنو قال أنس ابن مالك لما دفنوا النبي صلى الله عليه وسلم ورجعوا سألته فاطمة قالت كيف رضيت نفوسكم أن تحثوا التراب على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنس رضي الله عنه والله لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة أضاء منها كل شيء فلما كان اليوم الذي مات فيه أظلم منها كل شيء ظلمت الدنيا قدامهم
سيدة عائشة قالت: رأيت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لما توفي رسول الله كأنهم معزة مطيرة في حش، يعني بس كأنه شنو؟ البهايم اللي نزلت عليهم مطرة يتفرقوا ده كده وده هنا وده، ما يدروا ما يقولوا من عظم محبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم. عمر بن الخطاب شال السيف ووقف قال: من قال إن محمدا مات قطعت رأسه بالسيف. والله قال اقطع رأسه وما بكذب. يا اخواننا كده اسألوا نفسكم سؤال، بس سؤال منطقي، هل هؤلاء يتركون تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم بالاحتفال بالمولد؟ لو كان دين ده بيخلوه؟ اسألكم بالله وربنا حيسألنا بعدين، احنا هل هؤلاء ممن يتركون تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم وما يحتفلوا به؟ ابدا. والله لو كان التعبير عن المحبة بالاحتفال الصحابة ما بخلوا لنا، ما برجونا له. ذكر في بعض الآثار أن خباب رضي الله عنه أسره المشركون، أسره الكفار وقالوا له: نحن بنفكك لكن تقول كلمة واحدة. قالوا له: تمنى، مش حاجة بجد، اتمنى بس. قالوا: اتمنى لو انه محمد في محلك انت ده والسيف هذا مارقنه له، لو اتمنيت الامنية دي بنفكك. تخيل قاشن، يعني لو لقينا نحن عادي بقول له اتفكى من السيف خلاص امشي، بل في الشريعة بجوز اقوله، ما بلسانك ما بقلبك تقول بلسانك وتتخلص من الموت. قال لهم: والله ما أحب أني سالم في بيتي ويشاك النبي صلى الله عليه وسلم بشوكة. فأنشد حسان بن ثابت رضي الله عنه قال: أسرت قريش مسلما فمضى بلا وجل إلى السياف، قالوا: أيرضيك أنك سالم ولك النبي فدا من الإتلاف؟ قال: كلا لا سلمت من الردى ويصاب أنف محمد برعافي.